فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يخصص يوما في الأسبوع لأداء صلاة العصر في مسجد يصلى به على الجنائز من أجل الصلاة على الجنازة، ويكون كل أسبوع هكذا، فهل فعله مشروع؟ إذا كان ما يترتب عليه مشقة ولا يترتب عليه ترك لواجب ما في بس، يبي الأجر ويبي الأجر، الصلاة على الميت فيها أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن المبالغات والأشياء التكلفات هي اللي غير مشروعة. نعم.